مساء الفل، قرفتنا بعمرو دياب. كلمه بتتقال كتير قوي، بس محدش فاهم ان حب لعمرو دياب بدا من وانا صغير قوي، صغير يعني. شايفين وشي عامل ازاي؟ وبعد كده وصلنا لمرحلتنا دي، برضو البوماته واغانيه وصوته لما اتغيرش مرتبط بكل ذكرياتنا، وحتى لما نكبر هنفضل برضو نفتكر اغانيه والبوماته اللي مرتبطه بذكرياتنا. على فكره عمرو دياب مش الوحيد اللي عنده الموضوع ده، في مطربين كتير زي فؤاد وزي هشام عباس وهاني شاكر، الناس دي كان ليها معجبين بالالاف والملايين على فكره، ولكن هم دلوقتي ما كملوش، ما عندهمش حته الاستمراريه بتاعت عمرو. فبالتالي هتحس ان عمرو الوحيد هو اللي معمول عليه السبوت ده من الجيل القديم، مش عشان هو الوحيد اللي كان في التسعينات، لا كان في ناس معاه برضه، بس عشان هو الوحيد اللي مكمل لحد دلوقتي ومحافظ على صوته. وبجد كل البوم لعمرو دياب هتلاقي ليه ذكرى معاك، حتى لو انت عندك 20 25 سنه، واللي في الثلاثينات والاربعينات هيفهموا انا قصدي ايه بقى. فمحدش يلومني ان انا بحب عمرو دياب بالشكل ده، لانه فعلا يا جماعه المطربين ذات نفسهم دلوقتي ذكرياتهم على البومات عمرو دياب، ومحدش يقدر ينكر ده. فلو انا خانقك ان انا بتكلم على عمرو دياب كتير، معلش يعني واحد عمل تاريخ ويستاهل ان انا اتكلم عليه بتفاصيل كده الناس بتحبها. لو انت مش حابب ده، في كتير حابين ده جدا، وطبعا بحترم اللي ما بيحبش واللي بيحب اكيد، ولكن انا قلت اقول وجهة نظري في حتة ان انا بتكلم ليه على عمرو دياب كتير. سلام.